فأول خبر لنا لليوم ساعات تفصلنا عن احتفالية نور الرياض واللي تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض وبمشاركة 60 فنان ومن كبار الفنانين في مجال الفنون أو فنون الإضاءة ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم و23 منهم من الفنانين سعوديين. والعروض تضم جميع أشكال الفنون الضوئية من بينها أعمال تاريخية وهندسية ومنحوتات وعروض تفاعلية ومجموعة من أشكال الفن الخفيف. وطبعا هذا كله بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة. خلونا نتابع مع كاميرا روتانا خليجية جولة على أبرز المواقع الفنية. هذا احتفال عالمي سنوي إن شاء الله يستهدف الفنانين من كافة أرجاء العالم لعرض إبداعاتهم في مجال الفن بالضوء. السنة هذه ولله الحمد المشاركة كانت جدا مميزة بمشاركة 60 فنان من 20 دولة منهم 26 فنان سعودي، والفنانين السعوديين الحمد لله لا يقلون جودة في الأعمال عن الفنانين العالميين، وفعلا تحقق شعار السنة هذه اللي هو تحت سماء واحدة. طبعا بالنسبة للعمل اللي قدمته في مهرجان نور الرياض هو كان تعاون بيني وبين فنان من هولندا رالف وسترهوف، اشتغلنا مع بعض في الفترة الماضية طبعا كانت كلها عن بعد، وقدرنا الحمد لله يعني نصنع عمل مع بعض واشتركنا فيه وقدمناه اليوم وفي مركز الملك عبد العزيز التاريخي. عمل البحث عن الظلام فكرته يعني دائما تقابلنا في حياتنا اليومية، وهو يتكلم عن اليقين. العلماء يعني يحاولون دائما يفهمون ليش حركة النجوم مضطربة وما تمشي على القوانين الفيزيائية الأرضية يعني. فمن ضمن التحليلات إنه في مادة مظلمة تسبب يعني اختلال هذه الحركة.